رسالة بولس الرسول الى اهل كولوس. الاصحاح الاول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الاخ الى القديسين في كولوس والاخوة المؤمنين في المسيح، نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل، الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم ايضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم ايضا من ابفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم امين للمسيح لاجلكم، الذي اخبرنا ايضا بمحبتكم في الروح. من اجل ذلك نحن ايضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أنات بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداءة بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت، ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له، الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة، التي صرت أنا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد،
الذي ننادي به منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمة لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. الامر الذي لاجله اتعب ايضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل فيا بقوة. الاصحاح الثاني. فاني اريد ان تعلموا اي جهاد لي لاجلكم ولاجل الذين في لاوديكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. وإنما أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بكلام ملق، فإني وإن كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح. فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان كما علمتم متفاضلين فيه بالشكر. انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلا في جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة متداخلا فيما لم ينظره منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. اذا ان كنتم قد متم مع المسيح عن اركان العالم فلماذا كأنكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تبس التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. الأصحاح الثالث. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد.
فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض: الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع، الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها، وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل: الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيثي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين احشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول انات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا ان كان لاحد على احد شكوى. كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وانتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. ايتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء، لان هذا مرضي في الرب. ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا. ايها العبيد اطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين انكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لانكم تخدمون الرب المسيح. واما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباته. الاصحاح الرابع. ايها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين ان لكم انتم ايضا سيدا في السماوات. واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر، مصلين في ذلك لاجلنا نحن ايضا، ليفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من اجله انا موثق ايضا، كي اظهره كما يجب ان اتكلم. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد. جميع احوالي سيعرفكم بها تخيكس الاخ الحبيب والخادم الامين والعبد معنا في الرب، الذي ارسلته اليكم لهذا عينه، ليعرف احوالكم
ويعزي قلوبكم مع أونيسيموس الأخ الأمين الحبيبي الذي هو منكم. هما سيعرفانكم بكل ما ها هنا. يسلم عليكم أرسترخس المأسور معي، ومرقس ابن أختي برنابة الذي أخذتم لأجله وصايا. إن أتى إليكم فاقبلوه. ويسوع المدعو يسطس الذين هم من الختان. هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله، الذين صاروا لي تسلية. يسلم عليكم أبافراس الذي هو منكم، عبد للمسيح، مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لاوديكية والذين في هيرابوليس. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. سلموا على الإخوة الذين في لاوديكية، وعلى نمفاس، وعلى الكنيسة التي في بيته. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاوديكيين، والتي من لاوديكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقولوا لأرخبس: انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. السلام بيدي أنا بولس، اذكروا وثقي. النعمة معكم. آمين. كتبت إلى أهل كولوسي من روميا بيد تيخيكوس وأونيسيموس.